مآل زراعات قرية العين بالمغرب بالنواب المحترمين مصطفى اليعقوبي، محمد المباركي، عدي ايترهو، زهور شقافي، الحسن اعراب، عبد الله اغمير، مصطفى المخنطر، نور الدين القرديع، محمد جني، محمد انشاد، وعبد الله السائل من فريق اتحاد الحركات الشعبية. فليتفضل احد السائلين مشكورا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم يعرف المغرب خصاصا على مستوى زراعة قرنية العين نتيجة اقتصار استيراد هذا النسيج من البنك الطبي الأمريكي فقط، في حين أن هناك العديد من البنوك الطبية لا يتم اللجوء إليها لهذه الغاية. وعلى سبيل المثال هناك البنك الطبي الأوروبي ناهيك على احتكار إحدى المستشفيات لعملية الزرع، الأمر الذي يستثني شريحة واسعة من المواطنين الفقراء من زراعة القرنية نتيجة الارتفاع ثمن العملية، والتي لا يجريها إلا الميسورون أو المستفيدون من التأمين الطبي الإجباري. لذلك نسائل سيادتكم عن اقتصار الوزارة على استيراد القرنية من البنك الطبي الأمريكي، وما هي التدابير التي ستتخذونها للجوء إلى بنوك طبية أخرى لاستيراد هذا العضو أو هذا النسيج، وما هي الإجراءات التي ستتخذونها لرفع احتكار زراعته من لدن بعض المستشفيات؟ وشكرا. الكلمة للسيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. أريد في البداية أن أقول أن ليس هناك احتكار لهذه العملية، بل هناك تطبيق فقط لنص القانون، ويمكن طبعا للقانون أن يغير لكي تعم العملية، وهذا مبدأ نحن متفقون عليه، أن تكون أن تعمل في أي مكان يمكن أن تعمل فيه. ولكن أريد أن أقول أن أولا زرع القرنية هو داخل في استراتيجية عامة لزرع الأعضاء والأنسجة، وهذه عملية طبعا صبعة، لأن القرنية أو أي نسيج تم زرعه. أرجو من السادة النواب الاستماع للسيد الوزير. أي نسيج تم زرعه يمكن أن يكون أصعب من المرض الذي أوتي به لكي يشفي صاحبه، وبالتالي فهذه عملية كذلك حلقات كبيرة وتدخل في إطار استراتيجية وطنية لزرع الأعضاء والأنسجة. الآن انتهينا من سن ترسانة قانونية تؤطر هذه العملية وتضمن شفافيتها ومأمونيتها وصحة المواطن. كذلك تم تنصيب المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء ويضم ممثلين على القطاعين العام والخاص. وأريد أن أقول كذلك أن القرنية التي نستورد هي باقية عن قرنيات تم أخذها من جثث أموات لبعض البلدان الشقيقة، والتي طبعا توزعها عندما تنتهي من إشكالية استشفاء مرضاها. وبالتالي ليس هناك احتكار لا في التصدير ولا في العمل، بل هناك طبعا تطبيق لنصوص القانون، ويمكن طبعا أن نفتح النقاش مع المهنيين في هذا الموضوع مستقبلا حتى نتمكن طبعا من تعميم هذه العملية. يبقى أن أقول أن هذا العمل كذلك صعب جدا، لأن هناك تهريب وهناك فرق إجرامية تبيع الأعضاء على الصعيد العالمي، والمهم هو أن نتمكن من تقفي أثر لاتخصابيليتي، تقفي أثر هذه الأعضاء حتى نتمكن نعرف ماهيتها ومن أين أتت، وهل هي صحيحة أي لا تنقل أمراض أخرى كما وقع أظن في بعض السنوات الماضية عندما نقل مرض لغاج، وهناك الآن طبعا أمراض أخرى، التهاب الكبد بالفيروسات والسيدا. وبالتالي لا بد أن نعرف أن هذه العملية عملية صعبة، عملية معقدة، يجب أن نتوخى الحذر باستمرار حتى نتأكد من مأمونيتها ومن شفافيتها لصالح طبعا المواطنين. شكرا. الكلمة لأحد السائلين في إطار التعقيب.